والله يا خطوة طبعا طيبة يعني من كابتن فتحي مبروك برضو رئيس قطاع الناشئين، ان هو بنعمل الاختبارات في جميع محافظات مصر، في أسوان وسوهاج وأسيوط بالنسبة للصعيد، وفي اسكندرية والمنصورة والسويس، في جميع المحافظات اللي فيها فروع لأكاديمية النادي الأهلي. هم هناك بيوفروا لنا الملعب والأدوات، واحنا بنروح هناك بقى طبعا يعني بنسهل على أولياء الأمور حتة بيبقى فيه صعوبة في السفر من أسوان للقاهرة أو من سوهاج للقاهرة، بالذات خط الصعيد يعني، فبنسهل لهم إن هم إحنا نروح ونقدر نشوفهم. بالنسبة لسوهاج إحنا شفنا 500 ولد بالضبط في جميع الأعمار من مواليد 2010 لغاية 2002، وقدرنا برضو إن إحنا نختار منهم يعني عدد في حدود 20-25 لعيب برضو في جميع الأعمار، بحيث إن هم هيجوا القاهرة إن شاء الله في المرحلة الثانية، وهنقدر برضو نشوفهم ونقف على مستواهم أفضل، واللي هنقدر نختاره يعني ويقدر يكمل مع الفريق إن شاء الله بنوفر له برضو فرصة إن هو ممكن يبقى فيه هنا إقامة، في استراحة للعيبة للمغتربين اللي من خارج القاهرة، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله يعني ان شاء الله. والله الحمد لله انا بفضل الله بقى لي حوالي 9 سنين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اشتغلت مدرب عام مع كابتن سراج، مع كابتن امين عرابي، مع كابتن ياسر محمدي السنه اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله باذن الله 2007 من الفرق القويه، من اقوى فرق البراعم في النادي، وان شاء الله باذن الله متفائل ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. والله الحمد لله الاقبال كان كبير طبعا في المحافظات، وكنا متقسمين تقريبا 3 مدربين مع اداري في كل محافظه، وطبعا كنا بنعملها في الاماكن الموجوده في اكاديميات النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين كانت اختبارات ناجحه بكل المقاييس، لكن برضو بنقول ان في البراعم الاختيارات كانت كبيره، يعني في سن البراعم من اول سن 2010 لغايه سن 2006 الاختيارات كانت لحد ما معقوله، في السن الكبير الموضوع بيقل، يعني من اول 2003 2004 وانت طالع كده السن الكبير الموضوع بيقل شويه في الاختيارات. طبعا ابتدينا اختبارات الاول في المحافظات، كنا احنا في محافظه سوهاج. طبعا حته المحافظات ده هي كمان بتوفر على اولياء الامور، الناس اللي بتيجي من اسيوط او سوهاج، وطبعا حتة المصاريف والمواصلات ده بتبقى يعني عبء كبير على أولياء أمور، في ناس ممكن ما بتقدرش تيجي، فاحنا خدنا الخطوة ده بنقرب المسافة لأولياء الأمور، واحنا اللي ابتدينا نروح للمواهب ده ونكتشف. هو الموهبة ابتدت فعلا تقل شوية في مصر، بس في سن الصغير هو اللي بنقدر نكتشف فيه مواهب كتير، بس كل ما السن بيكبر لا الموهبة بتقل شوية، إنما السن الصغير لا احنا اكتشفنا كذا موهبة في مواليد 2010 و2009 و2008، لا في مواهب كويسة إن شاء الله ممكن تبقى إضافة لينا، وده اللي احنا بندور عليه. طبعا بشكر مجلس الإدارة على الثقة وكابتن فتحي طبعا على الثقة اللي ولاها لي، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما انتم كمان تعبانين معانا في الاختبارات، وتبقى بداية موفقة وبداية كويسة إن شاء الله. طبعا الموهبة لسه موجودة ومش هتختفي ومش هتقل، لأن مصر طبعا ولادة، وطبعا أنت بتعرض عليك أحسن مواهب بتجيلك في النادي الأهلي في كل الاختبارات بتاعتك، والتنظيم السنة دي بدأ بداية كويسة جدا بتقسيم الأعمار السنية، بالتنظيم بدأنا بالمحافظات وبعدين رجعنا هنا على مدينة نصر، فالتنظيم ده شيء كويس وأول طرق النجاح. طبعا بالنسبة لأول حاجة بتكلم فيها التنظيم، مدربين كلهم على أعلى مستوى، طبعا مفيش حد بيفوت أي حاجة، كابتن فتحي قايم بدور كبير جدا، الراجل بيشتغل يعني ما بيقعدش، بيركز في كل الملاعب، لعيبة كويسة، في ناس أعداد كويسة، أعداد كتير جت، في لعيبة كويسة، بدأنا احنا بأعمار 2006 و7 والنهاردة آخر يوم لل 2008 و9 و10، اخترنا لعيبة كويسة وإن شاء الله ربنا يوفقهم في التصفيات النهائية ويكون لهم إضافة كويسة للفرق وللنادي الأهلي في فترة مقبلة إن شاء الله.